السلام عليكم. غنزيد نشرح لكم فيديو اخر ديال حب الغاز اللي هو فاكهة الدو. يعني هذا الحب هذا كيوجد كيبقاش في اللون هذا اللي كيبان لكم كما كيبان هنايا، كيولي اللون ديالو قهوي او مارو على حساب كل شجرة، وكيكون المذاق ديالو لذيذ جدا. لذيذ جدا. كما كتشوفوا هذا حب الغاز ديال الدوم، تبارك الله. هذه الشجره ديال الدوم. بالنسبه للوقت اللي كيوجد فيه، هو يعني شهر 10، يعني في البدايه ديال الحرث. حنا كنعرفوا مثلا في البدايه ديال الحرث كيكون طايب مزيان. دابا باقي ما طابش، باقي خضر على هذا الشكل. كما قلت لكم في الفيديو هذا شهر 8 البدايه، باقي خضر. دابا شهرين يلاه كيوجد كما كتشوفوا، تبارك الله. شوفوا كيما كيبان، تبارك الله. كاين الشوك، هذه هي الشجرة ديال الدوم. هذا مكان، والسلام عليكم ورحمة الله.